في الدقيقة 19 كان في تسلل احتسب على لاعب النادي الأهلي. نشوف اللقطة مع حضرتك. اللقطة اهي، شوفوا يا بس اللي بس ان الراجل راح اقنع المدرب واتكلم معاه، ده مهم، انا بيه قراري ووضح الناس الصوره. يعني اللقطه ديت اللي عاجبني كمان في التمركز بتاع الحكم المساعد، حايل واقف ازاي ومركز، ولقطه صعبه هو خد القرار وكمل اللقطه، ما اخر الرايه، وبعد كده رفع التسلل وتصل صحيح في اللقطه دي على النادي الاهلي. عظيم. طيب الدقيقه 30 كان لاعبي بيراميدز بيطالبوا مرة أخرى بضربة جزاء، واللقطة أمام حضرتك. لمسة يد. تمام. الكرة راحت اليد، راحت اليد، بس أنهي منطقة في اليد؟ الرسمة التوضيحية للاتحاد الدولي الكرة اليد، الكرة تلمس تبقى لمسة يد لما تلمس تحت نص الكم، نص الكم بتاع اللاعب النادي الأهلي اللي هو اللي موجود ده، الكرة راحت لنص الكم اللي ما بيعاقبش عليه بركلة جزاء. اللقطة واضحة واللقطة صريحة، وبالتالي حكم الفار أكد عليها ومفيش ركله جزاء في اللقطه دي. عظيم. لكن لو جت تحت نص الكوم يا كريم اوتوماتيك الايد مكبره الجسم وخارج الجسم وكانت ركله جزاء. لو جت تحت اقول لك بقى موضوع تكبير الايد مكبره الجسم ديت، بس انت وضحتها يا كابتن جاي. هي بره، هي كانت الايد بره الجسم ومكبره الجسم. لو الكره جت تحت نص الكوم، الايد اللي اللمسه اليد اللي تعاقب بلمسه يد تحت نص الكوم، كانت تم احتساب ركله جزاء مباشره، ما كانش فيها اي احتمالات ثانيه. لكن الكره جت في نص الكوم الذي لا يعاقب بلمسه يد. كابتن جهاد احنا فاضل لنا اربع مداخلات كمان وهشتغل محلل تحكيم. انا كل شويه اعرف منك. لا انا كل شويه اعرف منك معلومه جديده، بفرح ان انا عرفتها. تمام. احنا ماشيين مع بعض يا بص يا كريم، طول ما انت ماشي بمحددات واضحه للقانون، محددات واضحه للاعتبارات اللي موجوده في القانون، فانت ما عندكش مشكله. صح. الدنيا بتبقى سهله وواضحه. صح. الدقيقه 32 كان في انذار على لاعب بيراميدز، هل هو مستحق ام غير مستحق؟ دي كانت على محمود مرعي. تمام. بص انا لما شفت اللقطه دي اول ما شفتها قلت لا الحكم ما فيش فيها، ده في سيميوليشن على وسام ابو علي. فلما شفت اللقطه اللي هي من الخلف بقى جت الاحتكاك من الرجل، ما فيش رجل خالص. هي الاعاقه حصلت بالايد، ايد لاعب بيراميدز هو اللي عمل الاعاقه، وكان طبعا الانذار عشان الهجمه الواعده والمساحه كانت موجوده. طبعا المنظر ده انا قلت الرجل ما فيش رجل في رجل، انا قلت ما فيش في سيميوليشن، لكن الايد اللي هي اليمين بتاع المدافع دي هي اللي عملت الاعاقه، وهي وكان قرار صحيح وكان انذار مستحق عشان هجمه واعده ومساحه موجوده للمهاجم. عظيم جدا.